السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم راح نحضر طريقة عمل الكباب الحلبي بالباذنجان. طبعا في عنا لحمة خروف مخلوطة مع لحمة عجل ما مقداره كيلو، في عنا باقة من البقدونس الأخضر ومقدار حبة بصل وحبة فلفل حلو خضرة، وطبعا وقطعتين لية يعني ما يعادل 250 غرام من اللية، وطبعا بضاف إلى ملعقة ملح وفلفل أسود، وممكن إضافة الفلفل الحار حسب الرغبة. الآن تطحن جميع المكونات على الماكينة، وتعاد مرة أخرى بحيث تطحن مرتين. كما ذكرنا سابقا كيلو لحمة خروف مخلوطة مع يعني نصف كيلو خروف ونصف كيلو عجل وقطعتين لي ما يعادل 250 غرام، بالإضافة إلى باقي من البقدونس ورأس بصل وفلفل حلو حبة وملح وفلفل أسود، بالإضافة إلى حبتين ثوم. الآن تعجن جميع المكونات كما نلاحظ مع بعضها البعض بعد أن تم طحن على الماكينة مرتين. طبعا تعجن جيدا كما نلاحظ باليد حتى تجانس المزيج. الآن تشكل باليد على شكل قطعة كباب حسب الرغبة طبعا كما نلاحظ، ممكن تصغير الحجم أو تكبير الحجم حسب الرغبة. الآن انتهينا من طريقة أو من تشكيل حبات الكباب الحلبي. الآن يتم إدخال الكباب الحلبي إلى الفرن، وبعد مرور تقريبا 10 دقائق يتم إخراجه. كما نلاحظ أصبح جاهز وتحمر. هنا لدينا مقدار كيلو من البندورة الحمراء الطازجة المفرومة ناعم، ومقدار 4 حبات بصل مقطع مكعبات، بالإضافة إلى فلفل حلو ألوان مقطع أيضا مكعبات، وفلفل حار وثوم أيضا مقطع شرحات، طبعا فلفل حار حسب الرغبة. ولدينا مقدار حبتين من الباذنجان المقطع مكعبات أيضا، وبالإضافة إلى الملح والكزبرة والفلفل الأسود مقدار ملعقة ملعقة، وكاسة من زيت الزيتون، بالإضافة إلى طبعا رب البندورة. الآن يضاف طبعا راح نحضر صلصة الكباب الحلبي اللي هي صلصة الباذنجان. يضاف زيت الزيتون إلى الطنجرة ويترك حتى يسخن تماما، ومن ثم نقوم بإضافة البصل، وتضاف أيضا الثوم، ويضاف الفلفل الحار، وتقلب الجميع على النار حتى تذبل جميع المكونات. نلاحظ هنا أن جميع المكونات قد ذبلت وتغير لونها. الآن نضيف الفلفل الحلو الألوان اللي هو الأصفر والأحمر والأخضر مقدار حبتين من كل نوع، وتقلب جميع المكونات على النار تقليبا جيدا. الآن نضيف البهارات اللي ملعقة من الكزبرة وملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود، ونقلب الجميع. ونضيف أيضا البندورة الحمراء الطازجة المفرومة ناعم مقدار كيلو، ونضيف مقدار كاسة من معجون البندورة أو رب البندورة، الآن يترك الجميع للنار حتى ينضج تماما ويتسبك. أخيرا يضاف الباذنجان طبعا المقلي
المقطع مكعبات أيضا، يضاف إلى صلصة الكاوي الحلبي ويقلب مع الصلصة قليلا. ويترك الجميع على النار حتى تنضج جميع المكونات. نلاحظ أنه الآن صلصة الكاب الحلبي أو صلصة الباذنجان أصبحت جاهزة. الآن تسكب في طبق كما نلاحظ. طبعا التقديم والسكب حسب الرغبة، ممكن سكب الصلصة فوق الكباب أو وضع الصلصة في الأسفل والكباب في الأعلى حسب الرغبة، ويمكن أيضا طبخ الكباب مع الصلصة في الطنجرة. الآن نقوم بوضع قطع الكباب الحلبي فوق صلصة الباذنجان، وطبعا يرش بقليل من الكزبرة، وبذلك نكون قد أنهينا طريقة عمل الكباب الحلبي بصلصة الباذنجان. وللقاء مع الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.